هنا غابة بويندي، وهي من آخر الغابات المطيرة في أوغندا. إنها معروفة هنا بالغابة التي لا يمكن اختراقها. بويندي هي موطن الغوريلا الجبلية، وتوفر الغابات حماية نسبية لهذا النوع المهدد بالانقراض، فالخطر يتزايد عليها بسبب اقتراب البشر منها، جالباً معه فيروساً جديداً ظهر لأول مرة في مملكة الحيوان. هل يمكننا وقف مثل هذه الأمراض ذات الأصل الحيواني؟ وهل هناك علاقة بين كوفيد-19 والتغير المناخي وتدمير البيئة؟ تريد البلدان الإفريقية إعادة تشجير 100 مليون هكتار من الغابات خلال 10 سنوات، لكن كيف؟ نحن في طريقنا إلى الغوريلا الجبلية برفقة الدكتورة غليدي كاليما تسيكوسوكا، التي أسست منظمتها الخاصة لحماية الغوريلا. أسسنا المنظمة عام 2003. المشكلة كانت واضحة للجميع، لكن لم يعتبر أحد أن ما نقوم به مهماً. والآن أظهر كوفيد-19 أن المشكلة كبيرة. إذا أردنا منع ظهور وباء مستقبلاً، علينا السيطرة على الأمراض الحيوانية الأصل. السياحة توقفت هنا، وتعتبر أموال السياح مهمة أيضاً لمكتب حماية الحياة البرية الذي يديره كوسماس توموراميه، وأيضاً لمنظمة غليدس، فكلاهما يعتمد على تعاون السكان المحليين كأمبيري سولومون. كنت قد بدأت العمل للتو عندما رأيت الزوار. عندما يحدث شيء ما أعلم به فورا، مثلا عندما يأتي الناس بشكل غير قانوني دون علم السلطات. دعمه مجد لأنه يحمي الغوريلا، فهو جارها. أحياناً يتصل عندما تكون الغوريلا موجودة في مكان قريب، وبعدها نذهب إليها. يبعدونها عن محيط المستوطنات ويعيدونها إلى الغابة، إلى المكان الذي يفترض أن تكون فيه بأمان. إنها غابة مطيرة فعلاً، طبيعية أصلية، لكنها ليست جنة منعزلة. تحتاج حماية هذه الطبيعة إلى عدد معين من السياح، لكنهم يجلبون معهم مخاطر جديدة. على بعد مترين مني يوجد مكان لإطعام الغوريلا. لهذا السبب علينا تعقيم أنفسنا هنا. من الممكن أن نكون مصابين بالفيروس، وينبغي أن نكون آمنين الآن إذا أردنا مواصلة العمل. على الرغم من ارتفاع عدد حيوانات الغوريلا الجبلية مرة أخرى إلى أكثر من 1000، إلا أن العدد ليس كافياً بعد لإزالتها من قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض. لدينا 98% من المادة الجينية التي لدى الغوريلا الجبلية، لذا نستطيع أن ننقل إليها العدوى بسهولة عندما تسعل أو تعطس قربها، فيمكنها أن تصاب بكوفيد-19 أو بمرض رئوي آخر. يسهل علينا الذهاب إلى الطبيب مقارنة بالغوريلا. عددها قليل، وينبغي أن نفعل ما في وسعنا لأجلها، كالحفاظ على تباعد 10 أمتار وارتداء كمامة وتطهير اليدين عند الاقتراب منها. إنها تعتبر السياح أصدقاء لها. لقد اعتادت على البشر، وعلينا نحن أيضا. عندما تدنو عد خطوة للوراء ولا تلمسها. الغوريلا ذات اللون الفضي أمامنا اسمه كابوكويو، وهو الزعيم هنا. إنه يحدد متى تتحرك المجموعة وفي أي اتجاه تذهب. الغوريلا لا تعرف أي وباء ولا التباعد الاجتماعي. حاول حراس الحديقة ترويضها مرة أخرى كي لا تقترب منا كثيراً، فننقل إليها الأمراض المعدية.
diseases from us, like infectious diseases and things like that. أشعر بعلاقة خاصة معها، إنها مذهلة. في كل مرة أراها فيها أراها دائما ساحرة. تبني الغوريلا أعشاشها كل ليلة. عندما تستيقظ في الصباح تتغوض جانباً. ذلك يمكننا من مراقبة صحة الغوريلا. نقيس حجم برازها. وهذا هي الطريقة التي نتعرف من خلالها ما إذا كان ذكراً أم أنثى بالغة. هذا هنا يمكن أن يكون للذكر الفضي الظهر. مرة كل شهر نأخذ عينات من كل مجموعة غوريلا. إذا لم تكن طبيعية فإننا نتتبع مسارها ونأخذ المزيد من عينات البراز لمراقبة صحتها على مدار السنة. هذا النوع المشابه للبشر مهدد من قبل البشر عبر الصيد الجائر والحرب وتدمير الغابات. والآن هناك سبب آخر. نحن البشر صنعنا كوفيد-19 على ما هو عليه الآن لأننا اصطدنا حيوانات الغابة البرية وحبسناها في أقفاص صغيرة. الآن ظهر فيروس كورونا من خلال الخفافيش. تغيرت جيناته وانتقل إلى أنواع أخرى. وبمجرد انتشاره بين البشر يمكن أن يصيب الغوريلا أو الشمبانزي لأننا نتشابه في التركيب. نترك غابة الغوريلا ونذهب إلى عالم البشر. نقصد كينيا وتحديداً حيواناتها التي من المفترض أن تكون مرتبطة بفيروس كورونا. إنها الخفافيش. نريد أيضاً أن نلتقي الأشخاص الذين يخترقون عالم الخفافيش. على جبل إلغون قابلنا أوغوستين باراسا وهو مرشد سياحي للكهوف. جئت إلى هذا المكان كثيراً لذا أعرف الكهوف. إذا كان شخص يبحث عن الكهوف فأنا أدله على مكانها. نرافق رجالاً من القرية في رحلة صيد للخفافيش وهذا أمر نادر. فلحوم الخفافيش مكروهة في كينيا وهم يعرفون ذلك، غير أن هذا لا يزعج كبير القرية هنا. هذا عرف قديم مستمر إلى يومنا هذا. عندما لا يكون لدينا خضروات نذهب إلى الكهوف بحثا عن اللحوم كما فعل أسلافنا. نعم نحن نأكل الخفافيش. الاستعدادات لصيد الخفافيش. يقطعون فروع الأشجار ويزيلون الأشواك في الجزء السفلي ويستخدمون الجزء العلوي منها كسلاح صيد. هكذا ينطلقون دائماً إلى الأماكن التي تكون فيها الغابة أكثر كثافة في اتجاه الكهوف والخفافيش. بالنسبة للبعض فالخفافيش أكلة شهية، يتوارثون أكلها في العائلات من الأب إلى الطفل. الأمر له علاقة بالمكان الذي تنحدر منه. يدخل البعض إلى الداخل لإخافة الخفافيش وينتظر الآخرون في الخارج حتى تطير وتخرج. إنهم الرجال الذين يحملون أعواد الأشواك. نذهب إلى هناك ومعنا فروع الأشجار الشائكة ونطارد الخفافيش. هذه الأشواك تمسكها بقوة في الأجنحة ثم نحبسها. أنت رأيت كم عمره؟ لو كان مصاباً بكورونا لما بقي حياً. ليست لدي مخاوف. لقد سمعت عن هذا المرض المسمى كوفيد. من المهم أن نصلي للرب وألا تأتي إلينا العدوى وتصيبنا أو تصل إلى هذا المكان قبل تطوير علاج ضدها. أحياناً أعتقد أننا نحتاج إلى التحدث معهم أكثر عن هذا الموضوع.
عن كيفية تحضيرها، فإن كانت طريقة التحضير صحيحة حتى وإن كانت تحمل مرضا ربما ينبغي إزالة الأحشاء. بينما يرجع الصيادون إلى بيوتهم حاملين فرائسهم، يستعد الدكتور أغواندا لزيارة الكهوف، فهو يقوم ببحوث عن الأمراض التي يمكن أن تنقلها الخفافيش إلى البشر. لقد ازدادت أعداد البشر، ازدادت أعداد الإنسان العاقل من 4 مليارات إلى نحو 8 مليارات، لكن المساحة على الأرض لم تتزايد، أي أننا نحتل المكان الذي كان من المفروض أن تكون فيه البراري، نزيل المجال الحيوي ونقطع الغابات ونلحق الضرر بالكهوف حيث تعيش الخفافيش وندفعها للبحث عن موطن جديد. للحماية من الإصابة يتم ارتداء بدلات وأقنعة واقية، فعلى عكس صيادي الخفافيش يدرك الباحثون الخطر الكامن. في العقدين الماضيين عثر على 60% من جميع الأمراض الشائعة لدى الخفافيش أو لدى أقربائها الوثيقين من الطيور، لذا فإن الخفافيش تحمل أكبر عدد من الفيروسات التي يمكنها الانتقال إلى الآخرين وتسبب أضراراً كبيرة للإنسان والحيوانات الأليفة. تفضل الفيروسات المختلفة أعضاء مختلفة في الجسد لتستقر بها، ففي جسد الخفاش تفضل أن تستقر في الرئة، لذلك نأخذها عبر التنفس. نرى أن صيد الخفافيش في ازدياد في كينيا، وبالطبع يتم صيد الثدييات الصغيرة هنا أيضا، وهذا يعني أنه يتم اصطيادها بشكل غير قانوني كلحوم طرائد وبكميات كبيرة أيضا. معظم الناس لا يفهم التهديد الذي تشكله الخفافيش في تفشي أمراض كوباء الإيبولا أو ماربورغ. قبل 50 عاماً كان الصياد يقوم بنفسه بطهي الحيوان وأكله. لو انتشر مرض ما لأصيبت قرية صغيرة، ولو كانت هناك وفيات لتم تحديد مكانها هناك. لكننا الآن ننتقل في غضون ساعة من النقطة ألف إلى النقطة باء، ننتقل من نيروبي إلى ياوندي في الكاميرون في غضون 3 ساعات، ثم إلى نيويورك في غضون يوم واحد. نحن نفتح أمام الفيروس فضاء رحبا. في قرية صائدي الخفافيش لا أحد يرى الأمر بهذا الشكل. هل يمكن أن تكون قناعاتهم خاطئة؟ لو كان المرض هنا لأصابنا منذ زمن بعيد، لأن أكل هذا اللحم ورثناه من أسلافنا. كبار السن هنا يأكلون هذا منذ فترة طويلة ويعمرون لمئة عام. هذه هي أحشاء الخفاش، إنها ليست قذرة لأن الخفاش يأكل الملح في الكهوف. يمكن أن يصل وزن اللحم إلى 0.25 كيلوغرام وهو خال من الأمراض. طبعا الأطفال لا يسمعون فيما بعد لكلام آبائهم، بل يطلبون منهم تعليمهم كيف يأكلونها. لو ناديت ابني الأصغر الآن فسوف يأكلها، لكن عندما يكبر مثل ابني الآخر فسيقول لن آكلها. هل سيأتي اليوم الذي يتوقف فيه البشر عن مزاحمة الخفافيش في أماكن عيشهم؟ وهل سيأتي اليوم الذي سيتم فيه التوقف عن قطع الغابات البدائية؟ فالسبب وراء تغير المناخ والأمراض الجديدة الآخذة في الانتشار هو البشر،
وتريد إفريقيا تصحيح أخطاء الماضي، لكن ذلك ليس سهلاً. كينيا تخطط لإعادة التشجير، لكن حيث كانت غابة في الماضي توجد الآن أكواخ، مثلاً في غابة ماو غرب البلاد، حيث كانت الغابة جوهر نظام بيئي مهم وخزان مهم للمياه، لكن ذلك تغير عندما جاء المستوطنون. قيل لنا البقاء هنا غير مسموح به، هذه منطقة غابات، وقيل لنا بأننا أفسدنا منبع الأنهار ودمرنا الغابة حتى اختفت المياه في دول الجوار. عشت في سعادة واشتغلت في الأرض وزرعت لأحصل على محصول أطعم به أولادي وأمول من خلاله دراستهم. جلبت الحكومة لنا الكثير من المعاناة، أجبرت على تدمير أول بيتين لي. قوة الأمن أحرقت المنزل الذي كان أطفالي يدرسون فيه وأحرقوا صومعة الحبوب. فقدت كل ما كنت أملك، لم أحصد حتى الذرة ولا حتى حبوب التخن. الآن يجب على الحضارة فسح المجال للحياة البرية للأشجار. بحلول عام 2022 يجب أن تبلغ مساحة الغابات في البلاد 10%. في غابة ماو وحدها يجب غرس 10 ملايين شجرة، ويمكن للأشجار هنا أن تساعد على استقرار المناخ وإعادة ملء عشرات الأنهار في المنطقة بالمياه. لكن ماذا سيكون مصير السكان المحليين؟ يقول البعض إن لديهم أوراق ملكية لكنهم وقعوا فريسة للاحتيال، لكن كل هذا لا يهم الحكومة وليس صحيحاً كما يؤكد وزير البيئة. لم يطردهم أحد، لقد رحلوا طوعاً، يجب عليهم العودة إلى حيث أتوا. وهكذا يرحل أولئك الذين لم يكن لديهم أكثر من كوخ وعدد قليل من حقول الخضروات دون وجهة محددة، ودون لوبي في العاصمة البعيدة، حيث يتوفر البعض على لوبي وآخرون ليس أمامهم سوى الغابات. ولذا لا يبقى أمام كاترين غير الاعتماد على العائلة فقط. آواني عمي مؤقتاً، أحياناً يتشاجر الأطفال فهم كثر، وأنا يجب أن أكون هادئة فأنا مجرد ضيفة. عندما يتشاجرون أطلب من أولادي ألا يستفزوا الآخرين وأن يكونوا مسالمين، ولكن إلى أين يمكنهم الذهاب عندما يريدون اللعب؟ تشييد بيت جديد على التل على بقعة أرضية منحها أحد الأشخاص دون حقول ولا حدائق، ودون أن تعرف كم من الوقت يمكنها المكوث فيه. لم أتلقى دعماً من أحد، لم أعد أستطيع مساعدة عائلتي ولا أحصل على أي دعم لتربية أبنائي. أخشى أن لا يحصل على ما كنت أقدمه لهم في مزرعتنا. يسألني أطفالي متى سنعود إلى بيتنا ولا أعرف ماذا أقول لهم. نتمنى الحصول على مساعدة لبناء سقف الصفائح، لكننا لا نعرف من أين. بمجرد أن تصل الألواح سنغطي السقف ونسكن هناك. غير أنهم لن يفهموا لماذا توقف تدفق مياه بعض الأنهار خلف الجبال القاحلة، ولن يفهموا أيضاً لماذا يجب إلقاء اللوم عليهم كمستوطني غابة ماو. خلق الرب الأرض ليتمكن الناس من العيش فيها، وإذا منح الرب للناس أرضاً ليعيشوا عليها فنحن منحنا هذه المنطقة. إنهم في طريقهم للقاء النازحين. دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي إلى وقف عمليات الإخلاء وحاد الجانب، وتعدهم المنظمات غير الحكومية كالمحامية الأمريكية هامبريك بتقديم الدعم.
سنحمل معنا قصتكم ونجمع الأشياء التي تحتاجونها، الأشياء التي لكم الحق في الحصول عليها كأي شخص آخر من أجل كرامتكم، كملابس وبيت وأدوات المطبخ وكتب مدرسية للأطفال. لقد أكدوا لنا أننا سنحصل على قطعة أرض أخرى في حال لم نستطع العودة إلى بيوتنا. إذا تمت إعادة توطيننا فسنكون سعداء بذلك. فهل سيحدث ذلك ويحصلون على مزرعة جديدة؟ لا يوجد مكان في العالم ينمو فيه السكان كما هي الحال في إفريقيا. كيف يمكن لهذه القارة إطعام سكانها وربما إنقاذ العالم من تغير المناخ والأمراض الشديدة؟ تحلق مروحية فوق وادي ريفت مهد البشرية، يلقي تيداي نظرة عامة على المكان الذي ستزرع فيه كريات بذوره. نستخدم كريات البذور بشكل أساسي في المناطق التي أصابها التصحر بسبب النشاط البشري، بحيث تتم إعادة زراعة أشجار جديدة في المكان الذي لا يرتاده أحد وتم قطع الأشجار فيه. إذا انتظرنا 50 عاماً حتى تساعد الطبيعة نفسها بنفسها، فقد يكون الأوان فات. الأماكن التي بالكاد توجد فيها أشجار يمطرها تيداي بكريات البذور هي بذور مغطاة بطبقة من غبار الفحم، تتم زراعتها في منطقة لا توجد فيها مزارع، ولكن تقطع فيها الأشجار بشكل غير قانوني لإنتاج الفحم الخشبي. قام تيداي وشريكه بتأسيس الشركة التي تنتج كريات البذور. هذه شجرة الأكاسيا الصفراء، لحاؤها أكثر اصفراراً ولها أشواك. هي مشهورة ومنتشرة قرب بحيرة نيفاسا وفي كل المنطقة. من المحزن أنها تنتج فحماً فاخراً، لهذا السبب تكون أول شجرة يتم قطعها في الكثير من المناطق. الشجرة تنمو عرضياً، وعندما تكبر تنمو نحو الأعلى. هكذا كان حقل الاختبار قبل سنتين، وهكذا بعد نصف عام، وهكذا اليوم. تأتي بذور هذه الكريات من المعهد الوطني الكيني لبحوث الغابات. يكسب الفلاحون المال منها، ومن خلالها يساعدون على حماية الغابات. الأمر الرائع في كريات البذور أنها تمنع الفئران والطيور والحشرات من التهام بذورها. التركيز هنا منصب على توفير البذور المناسبة والمنطقة المناسبة والحماية المناسبة ضد من يريد أكل تلك البذور. إضافة إلى ذلك، لا تستطيع الرياح إبعاد الحبوب. مصنع كريات البذور الصغير لتيداي وإلزن يستخدم غبار الفحم الذي لا يباع، فهو يبقى هنا كمادة خام، لهذا السبب يعمل هذا النظام بشكل جيد. لا تبقى نفايات هنا لأننا نشتريها. هناك تجار يتصلون ويقولون لنا إن لديهم شاحنة ممتلئة، نقوم بغربلتها ومعالجتها هنا وتحويلها إلى فحم مضغوط. لدينا مواد رابطة وماء وآلة لف. يسمى هذا الفحم بفحم الخشب المصنوع من نفايات المبيعات. خلق غابات جديدة من فحم الخشب أرخص وأسرع من زراعة الشتلات. زرعنا 8 ملايين كرية بذور في السنوات القليلة الماضية، ونأمل أن نحقق ذلك قريباً خلال الشهرين المقبلين. لكن الأمر لن يحدث هكذا على أي حال. نعود إلى أوغندا وإلى غابة بويندي التي يصعب اختراقها، إلى غابة الغوريلا.
الحفاظ على جنة الغوريلا لن يكون ممكناً إلا إذا حافظت على قيمتها في أن يعيش الناس فيها. تعرف غلاديس طبيبة الحياة البرية أن ذلك الشرط صحيح، وتأمل أن يكون مشروع البن الخاص بها الذي يحمل ماركة الغوريلا حافزاً إضافياً يساعد المزارعين. كل مزارع نساعده من خلال بيع بنه أثناء الوباء يقلل من صيده الجائر ووضع الفخاخ وإزعاج الغوريلا في الحديقة. نحن نعلم أن الناس جياع جداً الآن، لذا نزرع شتلات سريعة النمو لسكان القرية، تزرع في الحقل وليس من الضروري أن يذهبوا إلى الغابة. يرشد كريستوفر المسؤول عن القرية غلاديس إلى المكان الذي يتم فيه غلي مياه الشرب. ستتحدث مع سكان القرية عن الفقر والصيد الجائر والأمراض الحيوانية المنشأ والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة. لقد حملت معها رسماً لكل موضوع. سيحظون بحياة أفضل عندما يستطيعون إعالة الأطفال. إذا كانت حال العائلة أفضل فتعم الفائدة على الغوريلا أيضاً. ظهر الجرب لدى حيوانات الغوريلا الجبلية، وهو انتقل من أشخاص يعيشون بالقرب من هنا لديهم رعاية صحية محدودة. انتقل للغوريلا في مزرعة موز خاصة، أصيبوا بالعدوى من ملابس فزاعة طيور. ماتت صغار الغوريلا ولم يكن بالإمكان إنقاذ حيوانات الغوريلا الأخرى إلا بالأدوية. حينها أدركت أنه لا يمكن حماية الغوريلا إلا إذا تم تحسين صحة البشر أيضاً. والتعليم مهم ليفهم الأطفال الترابط بين الأمور ويصبح لديهم تصور للمستقبل. نصف الأطفال يذهب إلى المدرسة، أما النصف الآخر فيطارد الغوريلا والحيوانات البرية الأخرى، ولأنهم لا يذهبون إلى المدرسة فليس لديهم مستقبل. في المختبر يتم فحص عينات من براز الغوريلا. منذ فترة طويلة تمت معالجة قائمة كاملة من مسببات الأمراض المحتملة. نتحقق من وجود طفيليات أصلها من البشر أو الماشية أو من حراس الغابات. مجموعة الغوريلا التي رأيناها كانت قريبة من السكان. نحتفظ بعينات لنجري عليها اختبار كوفيد-19. كوفيد-19 جعل غلاديس شريكاً مهماً مطلوباً في كل أنحاء العالم. من جبال أوغندا ترسل رسالة مفادها أنه يجب أن تفهم الإنسانية مدى تعقيد المشكلة، فالأجوبة البسيطة لم تعد كافية. علينا احترام الطبيعة، ولا ينبغي فقط أن نتوقف عن قطع الأشجار. اقترابنا من الحياة البرية يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الحيوانية الأصل. نحن بحاجة إلى أنظمة صحية شاملة تكبح تفشي الأمراض عبر الأنواع الحيوانية. الناس يقولون الآن أصبحنا نفهم ما كنت تقولينه لسنوات. علينا التعامل مع الأمراض ذات الأصل الحيواني وأخذها على محمل الجد إذا أردنا أن يكون لنا مستقبل آمن.